مساء الخير زميلي العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت على الحلوه والمره معاه، خلينا نتكلم على تمرينه النادي الاهلي النهارده معاك وتدينا كده تفاصيل. عارف طبعا انه في عدد من الوجوه الجديده اللي بتظهر النهارده وبتشارك في التمرينه لاول مره، تكلمنا على شكل التمرينه، على مستر ريكاردو سواريش بيحضر ازاي لمباراه بكره امام الاتحاد ان شاء الله. يعني زي ما ذكرت زميلي العزيز احمد، يعني يمكن الفريق من دقائق معدوده انتهى من مرانه الاخير لمواجهه الاتحاد السكندري ان شاء الله، المقرر ليها 9 مساء الغد على استاد برج العرب بالاسكندريه في اطار مباراه الجوله 29 من الدوري المصري الممتاز. يمكن زي ما انت قلت في عدد كبير جدا من الناشئين موجود في تدريبات الفريق بالامس واليوم، طبعا استعدادا لهذه المباراه بعد قرار مجلس اداره النادي الاهلي الاخير برئاسه كابتن محمود الخطيب باستكمال ما تبقى من عمر مسابقات الدوري العام بعدد كبير جدا من ناشئي الفريق الاول وكمان اللاعبين العائدين من الاصابه في الفتره الاخيره. يمكن التدريب لليوم الثاني على التوالي شهد مجموعه هذه الناشئين، يمكن كان في مجموعه موجوده من الاول طبعا محمد اشرف ومحمد فخري وكمان زياد طارق، انضم لهم محمد احمد شرقيه وميدو نبيل من فريق 2003 ومحمد نصير واحمد سيد عبد النبي واحمد سيد غريب من فريق 2001، كلهم كانوا متواجدين طبعا بجانب عدد كبير جدا من لاعبي الفريق الاول العائدين من الاصابه في الفترات الاخيره امثال محمد محمود، محمود متولي، رامي ربيعه، وكمان يمكن الثلاثي المحترف باستثناء علي معلول طبعا اللي حصل على اجازه موجود اليو ديانج، بيرسي تاو وكمان لويس ميكسوني. التدريب ابتدى طبعا باجراء محاضره فيديو قبل بدء التمرين، والتمرين ابتدى قبل ميعاده المعتاد يوميا في الخامسه والنصف، ابتدى النهارده في الرابعه والنصف طبعا نظرا لسفر الفريق عقب انتهاء المران يمكن دقائق معدوده، وهيتم عن اعلان قائمه اللقاء ان شاء الله، لقاء الاهلي والاتحاد في الجوله 29، والاهلي هتسافر بعد دقائق ان شاء الله لمدينه الاسكندريه او بالتحديد مدينه برج العرب للمبيت بيها ليله المباراه والدخول في معسكر مغلق. عايز اقول لك زميل عزيز احمد، يمكن الفريق هيبدا معسكره المغلق من الليله استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري في الجوله 29 المقرر لها زي ما قلنا غدا ان شاء الله في 9 مساء، ومن بعدها الفريق مكمل في معسكره ان شاء الله في مدينه برج العرب لما بعد مباراه المصري في الاسبوع 30 المقرر ليها ان شاء الله 9 مساء الاربعاء المقبل على نفس الملعب، ملعب برج العرب بالاسكندريه. كان فضل الجهاز الفني وكابتن صلاح حفيظ مدير الكوره ان الفريق يكمل طبعا في معسكره نظرا لحاله الاجهاد الشديد. انت بتتكلم في مباراه بكره يا احمد، يعني عقبال ما تخلص المباراه هتكون الساعه تقريبا 12 من صباح يوم الاثنين، وبعد كده عندك مباراه يوم الاربعاء، ففضل الجهاز الفني البقاء الاسكندريه. يمكن الفريق النهارده اتدرب بشكل اكثر من رائع، كان في تدريبات بدنيه في البدايه ومن بعدها تمرينات الكوره. يمكن مستر ريكاردو سواريش يعني طبق بعض الجمل والافكار الفنيه ان شاء الله منتظر ان الفريق يكون بها في مباراه الغد باذن الله امام الاتحاد. كل الامور مهيئه، كل اللاعبين في حاله جيده، دايما زي ما بنقول الاهلي بمن حضر، وان شاء الله هذه المجموعه من اللاعبين تكون قادره على تمثيل النادي الاهلي خير تمثيل، وان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي ويرجع لمكانته الطبيعيه في المقدمه دايما يا احمد. ان شاء الله كلنا ثقه باذن الله. الاهلي عودنا دايما ان الكبير يمرض ولا يموت، الاهلي طول عمره كبير وبيقوم دايما من كبواته اقوى دايما من الاول. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق، دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي النهارده.